أهلا بكم. عدة لاعبي جدد في المنتخب الوطني الجزائري شهر جوان المقبل قبل مباراة هولندا وكذلك على المباراة الودية بين الجزائر ومصر. هذا اللاعب الذي تشاهدونه هو ماغني ساكليوش، لاعب موناكو وأول المستخدمين شهر جوان. بالإضافة إلى ذلك يتمثل في المدافع المحوري لنادي باسيا رفيق كيفين جيتون. يتمثل الأمر في كيليان كابوي 24 سنة والذي يقدم مساوية جيدة مع فريقه هذا الموسم، حيث شارك في 21 مباراة بالليغ 2 بتسجيل هدفين وملحية 3 مرات حاسمة في حين أنه مدافع. بالإضافة إلى ذلك وسيم قداري ابن مدينة قسنطينة والذي زار المدينة عدة مرات، ما يؤكد تعلقه بالجزائر واختياره منتخب الجزائري، على عكس ما يروج له إشاعات في اليوتيوب على أنه اختار منتخب إسبانيا. هذا اللاعب الذي يلعب لنادي إسبانيول مدافع قوي يحتاجه منتخب وطني الجزائري. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.